اول حاجه عاش الملك، عاش الملك. هاد الناس راه حقرون اخويا، راه عندنا مسؤوليه. انا دابا اللي كندوي معاك عندي بنتي معاقه، عندي مصاريف ديال الدواء، عندي الدواء ديالها، عندي التحاليل، عندي لي غيم ديالها، لي غيم ديالها يلاه درتو ليها وداروا ليها غير الناس المحسنين. وهاد الناس عطاونا 1000 درهم، اللي ما غاديش يعطيونا التعويضات الاخرين. لاش عاطينا 1000 درهم الاولى ما يعطيوهاش لينا، يخليونا بلاش وحنا ما خدامينش. دابا الراحه لله، ما كاينه خدمه. قال لك المبروكه التعاونيه ديالنا، قال لك اسيدي على حساب الاكتضاد، داكشي علاش ما غاديش تخدموا، غادي تجلسوا على حساب هاد المرضى هادي. جلسنا قلنا ماشي مشكل، التعويضات غادي يعطيونا التعويضات ديالنا، والرحيم الله واللي كانت يكون ليها الله. هاد الناس ما داروا معنا والو، عطاونا 1000 درهم الما باقي ما شفناش. نهار الخدمه يسولوا فينا ويقلبوا علينا، ودابا ملي ما كاينه الخدمه ما يقلب علينا حتى شي واحد. حتى حنا بغينا القوانين ديالنا، بغينا حقوقنا. الله ينصر سيدنا والله يعفو عليه. هادشي اللي غنقولوا، ماشي الانسان يسولو يخليك في الدار حتى نهار تكون الخدمه ويقلب عليك. خصو يقلب عليك في ازمه، في هاد ازمه، هذا زعما فاش بغينا الناس يقلبوا علينا تقلب علينا الشركه، ويقلبوا علينا العمال، ويقلبوا علينا كل المسؤولين. ماشي حتى تكون الخدمه ويقلبوا عليك اجي تخدمي. الا غير تماره ما عندي ما ندير بها. قالوا لينا ما خصوش يكون الاكتضاد، ما يكونش الترونسبور ما بين المسافات. وبالفعل الشركه الحمد لله ما تضررناش من جهتها ولا شي حاجه، ولكن كنتفاجئوا تعوضنا في شهر مارس، كنتفاجئوا من بعد كيقول لنا بان رفض من وزاره الماليه، كيرفضوا لينا هاد الشركه هادي. حنا كنطالبوا بالتعويض ديالنا، حنا كنطالبوا التعويض ديال 2000 درهم لكل شهر. في هاد الشهور اللي دازوا حنا 1000 درهم خديناه، ولكن الشهور الاخرين ما خديناش. كتقول الدوله بان حنا ما كنستحقوش. علاش يقطعوا علينا؟ علاش يقطعوا علينا ويقولوا لا الوزاره قالت لكم نتوما خدامين؟ حنا ما خدامينش، حنا ما خدامينش. حبسونا على حساب النقل، قال لك النقل خص ما يتعداش 50%، وحنا كنركبوا في الكار 70 واحد 65 واحد، وحبسونا على النقل. خلصونا النص تاع شهر 3، دابا ما خلصونيش. انا تسلفت الفلوس تاع الدواء دابا 3 شهور هذه من اللي بدات كورونا، وانا كنتسلف فلوس ديال الدواء تاع امراض السرطان. هذه الوقفه كتندرج في اطار الاحتجاج ديال العاملات والعمال القطاع الفلاحي، وخاصه تعاونيه مبروكه، على حرمانهم من التعويضات من الذي اقرته الدوله من للمتضررين من جائحة كورونا. حنا كنعرفوا بان القطاع الفلاحي اغلبيه ديالو خدام، ولكن هذا لا يعني ان واحد 5% ديال العاملات والعمال او 10% فقدوا الشغل ديالهم بسبب جائحة كورونا، اما بسبب الاكتضاد داخل محطات التلفيف، او بسبب كذلك عدم توفر وسائل النقل بالنسبه للعمال والعاملات اللي كيشتغلوا اكثر من 3 كيلومتر من محطه التلفيف هو وحدات الانتاج اللي كيشتغلوا بها. اذا بالتالي هاد الناس هادو استافدوا في شهر 3 وتحرموا من الاستفاده من شهر 4 والشهر 5 والشهر 6. اذا كان القطاع الفلاحي غير متضرر، فان عدد من العاملات والعمال متضررون من هذه الجائحه هذه، وبالتالي كنطلبوا الدوله الانصاف ديالهم وديال هذه الفئه. وهذا العدد قليل جدا بالنسبه لعدد المليون عامل زراعي وعامله زراعيه اللي عندنا على المستوى الوطني. اشكركم على اتاحه لي الفرصه لاوضح هذا الامر. من طبيعه الحال ما استغربت له اولا وقبل كل شيء هو انه لماذا عمال تعاونيه مبروكه فقط، مع العلم ان هناك عشرات ديال المحطات اللي كاينين في المنطقه واللي هما عايشين نفس الوضعيه. في الوقت اللي بدات الجائحه التصريحات والقانون انذاك ديال المسؤولين ديال الوزاره ديال سواء ديال الشغل او ديال الصحه او ديال الداخليه، او تصريحات كذلك ديال 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 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان واضح انه الناس اللي غادي يتعوضوا هما العمال اللي كانت الجائحه السبب ديال توقيف الشغل ديالهم. يعني كان يعني الجائحه هي السبب ديال التوقيف ديال الشغل ديالهم. وبطبيعه الحال حنا توقفنا، كانت الانتاج، ووقفنا العمال 15 يوم ديال مارس، وصرحنا بهم بانهم كان السبب ديال التوقيف ديالهم هو الجائحه، وصرحنا بهم الصندوق الضمان الاجتماعي، وجاتهم 1000 درهم الواحد ديال نص الشهر. ولكن بعد ذلك شهر 4 و5 فاش حنا و6 ما بقاتش عندنا انتاج، وبالتالي الجائحه ما بقى عندها ماشي هي للسبب اللي علاش حنا واقفين اليوم، علاش العمال ما يخدموا. الا العمال واقفين اليوم وما خدامين، سواء عندنا حنا ولا عند معامل اخرى، عند محطات ديال التلفيف اخرى، لانه الانتاج اللي كيتصدر كيوقف دائما موال في هذه الشهور حتى لشهر سبتمبر اكتوبر كنبداو كليمونتين. وبالتالي هاد المطالب اللي كيطالبوا بها هاد الناس، حنا الى الدوله غادي تعطيهم، الله يجزيهم بخير، يعطوهم لانهم حتى هما محتاجين. ولكن هاد الناس راه موسميين، وهاد الناس راه ماشي الجائحه اللي حبستهم. وبالتالي ثانيا كاين القرار ديال وزير ديال 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 وزير الفلاحه اللي هو باين جميع أنشطة، يعني هنا في المادة الأولى كيقول قائمة القطاعات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. أولا قطاع الفلاحة، جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وحنا الإنتاج اللي عنده أصل، يعني ذات الأصل النباتي ديال الليمون اللي عندنا هو نبات.